السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديد وصمدي. النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحالة غريبة. كنت واقف يعني شفت واحد المنظر وبغيت نشارككم اياه، وهو هذا النمل اللي كيدير هذا النوع من البناء. شوفوا اسمه راهم دايرين ثلاثة ديال الثقوب وكيخدموا بواحد النشاط وواحد الهمة، ولكن شوفوا انهم مفرقين راسهم، يعني اون جروب يعني مجموعات. شنو كيديروا؟ ان كاين اللي لداخل خاص غير بالحفر غير كيحفر، وكاين اللي كيهز يعني واحد الكتله ديال رمل وكيمشي ويحطها على برا. انتم لاحظوا هذه، انتم ها هي مشات ها هي حطتها، يعني هاد الرمل راه هما اللي دايرينه. ها انتم شوفوا كيحطوه على برا، يعني بواحد النظام. يعني منين شفت هذا المنظر بغيت نشارككم اياه، يعني شي حاجه سبحان الله. وكاين اللي كتهز واحد الكتله كبيره يعني اكثر منها، لاحظوا ها هي حطت وهي وكتعمل بنشاط، يعني غير كتكمل يعني كتحط الرمله ديالها انتما وكتولي في البلاص انتما سبحان الله. وشوفوا يعني الطريقه باش دايرين الثقوب، يعني طريقه منظمه، وما بين الثقب والثقب يعني مخلين نفس المسافه. شوفوا سبحان الله، انا مولف كندير لكم الفيديوهات ديال الارانب، ولكن هذا المنظر يعني ملي شفتو حاولت انني بغيت نشارككم يعني هذا اللحظات هادو. يعني سبحان الله، انتم شوفوا الثقب شحال 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 راه غارق من الداخل، والطريقه باش كيخدموا يعني منظمه للغايه. انتم شوفوا كيمشيو ويحطوا، انتم كيحطوا الرمل وكيوليو عاوتاني يهزوا. وكاين الناس اللي يعني النمل اللي لداخل يعني خاص غير بعمليه ديال الحفر. سبحان الله سبحان الله، يعني حاله يعني غريبه. انتم شوفوا سبحان الله، انتم شوفوا هذه هز الكتله اللي هزت، شوف هي حطتها ولات. انتم سبحان الله، انتم شوفوا سبحان الله يا سبحان الله. هانتم إذن هذا الموقف بغيت نشارككم اياه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، قناه غاديه بالدعم ديالكم. حاولت ننوع لكم شي شويه، فيديو مختلف على الارانب، ولكن يعني الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الى الحلقه المقبله ان شاء الله، الى اللقاء ان شاء الله.